بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا مع مديول جديد ومحاضرة جديدة وقناة مستر طارق سعد. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض أول محاضرة من محاضرات الأمن الرقمي أو السايبر سيكوريتي الخاصة بشهادة الأيس ديل تيتشر. إن شاء الله النهاردة هيكون الشرح بداية بتعريف يعني أمن رقمي وعلاقته بعملية التعليم والمعلم والطالب، وهنتكلم عن شوية مصطلحات، وهنحاول نخلي الشرح بتاعنا موجز في عبارات زي ما بتيجي بشكل أسئلة في الامتحان. يعني كل سطر وكل عبارة أنا هتكلم فيها توقع أنها تكون مجال للسؤال في الامتحان. تعال نبدأ مع بعض بسرعة المديول ونشوف مع بعض مقدمة عن أمن المعلومات. بنقول مع تطور العلم والتكنولوجيا ووسائل تخزين المعلومات والاتصالات وتبادل هذه المعلومات المخزنة بطرق مختلفة ودخولها لكل المجالات بما فيها التعليم والتعلم، أصبح النظر إلى أمن تلك البيانات والمعلومات أمر مهم للغاية، وخاصة فيما يخص الطالب والمعلم لكونهما أهم طرفين في العملية التعليمية. يمكن تعريف أمن المعلومات بأنه العلم الذي يعمل على توفير الحماية. يبقى هو علم يهدف أو يعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها. مش بس بيوفر الحماية للمعلومات، بيوفر كمان الحماية للشخص صاحب المعلومة سواء كان طالب أو كان معلم. يبقى تعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو الاعتداء عليها بالسرقة أو التعديل. وطبعا بيوفر الحماية من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل اللازمة لحماية المعلومات، وكمان بيحمي الطالب من المخاطر الداخلية والخارجية سواء كانت مخاطر داخلية وخارجية. يعني هو على شبكة الانترنت ممكن يتعرض لمخاطر داخلية من مثلا مضايقة او بعض اللي بنسميه التنمر الالكتروني على الانترنت من طالب موجود معاه في المدرسة على شبكة الانترنت، او خارجية من ناس مجهولين ما يعرفهمش. يبقى انا عايز احمي الطالب ده سواء من مخاطر داخلية او خارجية، ونتبع المعايير واجراءات الاتصالات المناسبة اللي تحمي المعلومات وتحمي الطالب والخصوصية بتاعته لمنع وصول المعلومات لاشخاص غير مصرح لهم. طبعا ده هيهدد سلامة وامن الطالب والمعلم. وفيما يلي اهم المصطلحات المستخدمة في هذا المديول. المديول ده فيه مصطلحات كتيرة، فعشان نوضحها ليك وتعالوا بسرعة نتكلم عنها. ففي مصطلح اسمه المرونة الرقمية. يعني ايه مرونة رقمية؟ وخلي بالك ممكن يكون محل سؤال كل سطر من دول وكل تعريف من دول ممكن يجي لك سؤال فيه. المرونة الرقمية هي القدرة على امتلاك المهارات الاجتماعية للمشاركة في المجتمعات الافتراضية بطريقة اخلاقية محترمة. يبقى يجب ان يكون الطالب او المعلم لديهم المرونة الرقمية اللي هي القدرة على امتلاك الطالب والمعلم مهارات اجتماعية. هذه المهارات عشان يقدر يشارك بفاعلية في المجتمعات الافتراضية اللي هي مجتمعات الانترنت بطريقة اخلاقية محترمة. طيب ما هو التفكير الايجابي للطالب؟ التفكير الايجابي هو مكافأة الذات للشعور بحالة من الرضا. ان الطالب دايما يكون عنده حالة من حالات الشعور بالرضا، ده بيكون تفكير ايجابي وبيخليه عنده ثقة بالنفس وشعور بحالة من الرضا والارتياح. طيب ما هي تصفية المحتوى؟ كلمة تصفية المحتوى هي اللي بنطلقها على السياسة التي تستخدم لمراقبة الطلاب طبعا من قبل المدرسة او المعلمين او المعلم المسؤول، وحمايتهم من تهديدات الانترنت. كما ممكن تكون التصفية دي او الرقابة دي موجودة في البيت عن طريق حاجة اسمها الرقابة الابوية. فلاحظ تعد تطبيقات الرقابة الابوية اداة لحماية الطلاب. في مصطلح مهم جدا بنستخدمه اسمه مصطلح الاخلاق. مصطلح الاخلاق هو نظام للقيم والمبادئ الاخلاقية التي تؤثر على كيفية اتخاذ الافراد لقراراتهم. برضو من المصطلحات المهمة في مصطلح اسمه الاستمالة، وممكن يجي لك في سؤال طبعا او يجي لك في سؤال. الاستمالة هو محاولة شخص بالغ بناء علاقة عاطفية مع احد الطلاب بغرض استغلاله جنسيا او تجاريا.
في برضو مصطلح مهم جدا بنسأل فيه كتير اسمه التنمر الإلكتروني. والتنمر الإلكتروني هو نشاط ضار يهدد الطلاب ويتم التحرش بهم على الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لاحظ ان التنمر ده اللي هو نشاط ضار له أسباب وله أساليب وعندي أمثلة. يبقى خلي بالك ممكن يسألك في الايه في التعريف بتاعه. لو سألني في التعريف هو نشاط ضار يهدد الطلاب ويتم التحرش بهم على الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طب من أسباب التنمر الإلكتروني؟ طبعا التنمر بيكون من طالب يطالب زميل ليه. يبقى من أسباب التنمر الإلكتروني أن إيذاء الآخرين يجعل المتنمر يشعر أو يشعر بقوة أكبر. يبقى من أسباب التنمر الإلكتروني أن إيذاء الآخرين يجعل المتنمر يشعر بقوة أكبر. طب من أساليب التنمر؟ من أساليب التنمر الإلكتروني الرسائل العدائية المهينة. رسالة عدائية مهينة بيوجهها طالب لطالب آخر موجود معاه في المدرسة أو في الفصل. طيب من أمثلة التنمر، مثال على التنمر الإلكتروني، ملاحقة طالب على شبكة الإنترنت. طيب لو أنا حبيت أحط سؤال أبلغ طالب أنه تعرض للتنمر، بما تنصح الطالب كخطوة أولى وكخطوة ثانية؟ الإجابة: الخطوة الأولى التي ننصح بها الطالب حظر المتنمر أو حذفه. طب الخطوة الثانية بعد حذف أو حظر المتنمر؟ الاحتفاظ بدليل على التنمر كخطوة ثانية. من الملاحظات المهمة، لاحظ عند شكوى طالب من تعرضه للتنمر بشكل مستمر يجب عليك كمعلم إصدار دليل إرشادي لمكافحة التنمر الإلكتروني. في برضو مصطلح مهم جدا اسمه الاستضعاف. الاستضعاف هو عندما تكون بدون حماية وتتعرض للهجوم والأذى على الإنترنت، وبنقصد بهنا مين؟ الطالب. في برضو مصطلح مهم جدا اسمه المظلومية، وهي عملية خداع أو خيانة لأحد الطلاب لسبب عاطفي أو لجهله أو لعدم أمانة الآخرين. في برضو من المصطلحات المهمة مصطلح اسمه إعادة التصميم. وإعادة التصميم هي مرحلة من مراحل تكامل تكنولوجيا المعلومات في التعليم، حيث يقوم الطلاب من خلالها بإنتاج المحتوى التعليمي باستخدام وسائط متعددة بدلا من الأدوات التقليدية. لاحظ برضو أنا عندي مصطلح مهم جدا اسمه الهندسة الاجتماعية. ما هو الهندسة الاجتماعية؟ هو أحد المخاطر الناتجة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يبقى من ضمن المخاطر الناتجة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خطر اسمه الهندسة الاجتماعية. طب يعني ايه هندسة اجتماعية؟ قالك يمكن تعرفها بأنها مجموعة من التقنيات التي تستخدم للتلاعب بالأشخاص واستغلالهم من أجل القيام بعمل ما أو إفشاء معلومات سرية. ولهذا تعرف الهندسة الاجتماعية احيانا بفن اختراق العقول. يعني بدل من القرصنة او اختراق النظام للحصول على تلك المعلومات اللي بنسميه الهاكرز، يعني الهاكر بيحاول يخترق السيستم او النظام عشان ياخد معلومات، لا هو هنا بيحاول عن طريق الهندسة الاجتماعية يخترق الطالب اللي هو يعتبر ضعيف من حيث العلم او من حيث امن المعلومات، فبيحاول يتلاعب بهذا الشخص ويخترق فن اختراق العقول عشان ياخد منه المعلومات اللي يقدر ياخدها من السيستم او النظام. طيب يترتب على الهندسة الاجتماعية العديد من الاثار السيئة، منها جمع المعلومات التي يمكن ان تكون سرية او قيمة، الاحتيال، استخدام المعلومات التي تم جمعها في الاحتيال على اشخاص اخرين، الوصول الى نظام الحاسوب او الجهاز، يؤدي الوصول الى البيانات المخزنة على نظام الحاسوب الى تسهيل الكشف عن معلومات سرية. طب اساليب ووسائل الهندسة الاجتماعية، ممكن الهندسة الاجتماعية لها ثلاث اساليب: المكالمات الهاتفية الخادعة، استراق النظر انه يقدر يسترق النظر ويقدر يوصل لمعلومة مكتوبة على الشاشة، الخداع وتصيد او بنسميه الفيشنج، ان مثلا شخص ما يخدعك او يهمك بانه هو مثلا مسؤول في بنك او مثلا مسؤول في مكان ما، ويحاول من خلال هذه الخدعة ان يحصل منك على معلومات خاصة بك زي كلمة السر واسم المستخدم وبعض المعلومات السرية التي لا يجب ان يطلع حد عليها غيرك انت. طيب في برضو من ضمن المصطلحات اللي موجودة عندي حاجة اسمها سرقة الشخصية او الهوية. وسرقة الشخصية انتهال هوية، هي انتحال هوية شخص اخر من اجل الحصول على مكاسب شخصية، حيث يتم اقناع الشخص المراد اخذ المعلومات منه ان سارق الشخصية صديق
أو ما شابه ذلك، أو أنه أحد الأفراد الذين يحق لهم الحصول على المعلومات لدفعه إلى كشف المعلومات التي لديه والتي يحتاجها سارق الشخصية. في ملاحظات مهمة جدا بقى على التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والتعامل مع الإنترنت، وهذه الملاحظات توجه بالأخص إلى الطلاب. ملاحظة مهمة: حجب منصات التواصل الاجتماعي قد لا يجدي نفعا مع الطلاب أصحاب الفئة العمرية الصغيرة. يعني كمعلم لو فكرت أن أنا أعمل حجب أو أمنع منصات التواصل الاجتماعي، ده مش هيكون حل ومش هينفع مع الطلاب أصحاب الفئة العمرية الصغيرة، ويجب أن تتوقع أن الطلاب سيحاولون إيجاد وسائل أخرى للوصول لوسائل التواصل الاجتماعي. خلال ده قد يؤدي برضو، لو الطالب حس ان انت حجبت الموقع، وده هيديله حاجة زي نوع من انواع التحدي عشان يحاول يدور على اي وسيلة اخرى يوصل لوسائل التواصل اللي انت حجبتها عنه. لاحظ ان المواقع الاباحية هي مواقع غير لائقة للطلاب. لاحظ كمان ان الاطفال اقل من 7 سنوات لا يمكنهم ادراك أو معرفة أن الإعلانات الموجودة على الإنترنت تروج لشيء ما. برضو من التطبيقات التي لا يجب على الطلاب أن يستخدموها على شبكة الإنترنت تطبيق معروف ودار للطلبة اسمه يوبو، المفروض أن من التطبيقات التي لا يجب أن يستخدمها الطلاب. من فوائد مواقع التواصل الاجتماعي، احنا قلنا اننا في بعض المخاطر لكن لها فوائد برضو. من فوائد مواقع التواصل الاجتماعي انها تساعد الطلاب والمعلمين على التواصل والتعاون والمشاركة. لاحظ عندما يقوم الطالب بكتابة الملاحظات والتعليقات ونشرها على الانترنت، فانه يجب ان يكون بحماية الخصوصية الشخصية. كمان لاحظ ان انت اذا كنت عضو استشاري في مجموعة تقدم الاستشارة للطلاب بمدرستك، فان رد فعل طلابك بعد ارشادهم سلوكيا بشكل سليم توقع انهم يتصرفوا بشكل اخلاقي. يا جماعة انا عايز اقول ان كل سطر انا كاتبه وكل كلمة انا بقولها ممكن تكون مجال سؤال في الامتحان. أسئلة امتحان الأمن الرقمي والامتحان الوحيد اللي الأسئلة بتاعته عددها 50 سؤال بتحلهم في تقريبا ساعة. الامتحان مش صعب بس محتاج تفهم المصطلحات اللي انا بقولها دي كويس قوي. سؤال بسألك مثلا، بقولك تم تكليفك بكتابة دليل ارشادي لسلامة الطلاب على الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، اي من النقاط التالية يجب وضعها في الدليل لضمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بامان ومسؤولية. هتكون من النقاط اللي انت لازم تحطها في الدليل تجنب نشر المعلومات الشخصية بشكل مبالغ فيه. طيب ملاحظة مهمة: لاحظ عند التحدث مع الطلاب عن محتوى إباحي يجب عليك أن تجيب على أسئلة الطلاب بإيجاز وعدم الخوض في تفاصيل. ملاحظات هامة: تعد المواد الإباحية مادة مزعجة وغير لائقة للطلاب. عند شكوى طالبة من أن زميلتها تسيء لسمعتها عبر الإنترنت فإن هذا يسمى تحرش جنسي. من الأخطار المرتبطة بإرسال صور إباحية بين الطلاب، من الممكن أن يتم مشاركة هذه الصور مع الآخرين دون موافقة الطالب. تحديث برامج مكافحة الفيروسات باستمرار يعد أداة قوية واحتياط أساسي للحماية من البرامج الضارة وبرامج روبوتات. من مزايا الاستماع الفعال هو بناء علاقة إيجابية مع الآخرين. برضو سؤال: قام طالب بشكوى زميلي الذي أرسل له رسائل غير لائقة، ما هو الإجراء الذي ستقوم به كمعلم مسؤول؟ الإجابة: مواجهة الطالب الذي أرسل الرسالة وإبلاغ والديه إذا لزم الأمر. في مصطلح اسمه استراتيجية حل المشكلات، وهي تعرفها هي القدرة على تحديد وحل المشكلات التي يواجهها الطلاب عن طريق تطبيق مهارات مناسبة بشكل ممنهج. ملاحظات برضو مهمة خدها في الاعتبار: تشجيع الطلاب على مواصلة المحاولة يعد من طرق بناء ثقة الطلاب بأنفسهم. عشان أخلي الطالب يكون عنده ثقة بنفسه أشجعه دايما أنا كمعلم على مواصلة المحاولة وعدم اليأس. الإجهاد، إجهاد الطلاب هو السبب الرئيسي للتقلبات المزاجية للطالب. طبقا لأحكام القانون يعتبر إرسال رسائل غير لائقة لطلاب تقل أعمارهم عن 18 سنة جريمة جنائية. سمة مميزة للطالب الذي يقع ضحية للتطرف بسهولة أنه يتعرض للعنصرية والتمييز العرقي. لتجنب الوقوع ضحية للتصيد الإلكتروني يجب تأمين معلومات تسجيل الدخول.
يجب إعطاء الطلاب مزيد من الفروض والواجبات لإبقائهم في انشغال دائم كوسيلة للتعامل مع اضطرابات القلق لدى الطلاب. طبعا كل الملاحظات اللي أنا بقولها دي بأكد عليها هي جزء أو تعتبر أسئلة مهمة جدا ممكن تيجيك في الامتحان. بكده خلصت المحاضرة الأولى بتاعت النهاردة، وإن شاء الله هيكون في محاضرة تانية هنستكمل فيها بقية الملاحظات الهامة لهذا الموضوع اللي بعتبر موضوع مهم جدا. وما تقلقش في امتحان الأمن الرقمي، أنا بعتقد أنه من أسهل الامتحانات الممكنة لو فهمت المصطلحات اللي أنا بقولها دي كويس قوي. وإلى اللقاء في محاضرة قادمة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.